بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من ضعف النظر، اللي يعني كيستعملوا نظارات وضروري ما يقدروش يستغناو عليهم، لان كتبان لهم ديك الضبابه، ما كتبانش لهم ديك الرؤيه يعني واضحه، نقص لهم الشوف ديالهم. اليوم غادي نشارك معكم واحد المشروب سحري واللي كيقوي البصر يعني 100%، كتوليو كتشوفوا مزيان وما تبقاوش تستعملوا كاع النظارات اللي كنتو كتستعملوهم غتستغناو عليهم. هذا المشروب هذا تيقوي النظر، يعني تيعطيك يعني واحد القوة في البصر ديالك، من أروع المشروبات اللي غادي نبارطاجيهم معاكم، مكونات سهلة وبسيطة. فإذا كان عندكم هذا المشكل هذا، تنقول لكم مرحبا بكم معايا، وغنعطيكم اليوم إن شاء الله الحل في هذا الفيديو هذا. غير تبعوا معايا الوصفة وديروها وغادي تتفاجئوا من النتيجة، أكيد غادي النتيجة تفاجئكم، وخصوصا وأن هذا المشروب هذا ساهل ساهل، وبارطاجيوه مع أي واحد تيستعمل النظارات. والله العظيم الا غادي اي واحد دار هذا المشروب هذا الا غيتفاجئ في راسه. المهم هنا كما كتشوفوا معايا عندنا موزه، ناخذ موزه يعني في الخلاط الكهربائي، ناخذ واحد الموزه، من بعد غناخذ واحد الحبات ديال اللوز، تقريبا 5 الحبات 6 الحبات ديال اللوز كما كتشوفوا معايا، حتى ل7 الحبات. يعني كل شيء هادشي في الخلاط، كل شيء هادشي في الخلاط، والمشروب سهل يعني تحضروه في دقيقه، تحضروه سهل. من بعد غناخدو زبده الفول السوداني كما كتشوفوا معايا، هاد زبده الفول السوداني يعني ممكن تستغناو عليها، يعني الا ما عندكمش ممكن تستغناو عليها. كناخدو ملعقه كبيره. من بعد ما خدينا هاد المكونات كما كتشوفوا معايا، غادي ناخدو واحد المكون رابع واللي هو العسل. غتستعملوا العسل، العسل يكون طبيعي، غتستعملوا واحد الملعقة كبيرة ديال العسل، وممكن كذلك تستعملوا ملعقة صغيرة يعني على حسب الرغبة ديالكم. المهم كديروا شوية العسل، اهم شي يكون طبيعي يعني يكون عسل ديال النحل كما كتشوفوا معايا. من بعد غناخذوا الحليب، كاس ديال الحليب، يعني هاد المكونات معاهم كاس ديال الحليب، ما ديروش اكثر، كاس فقط ديال الحليب. ممكن تضاعفوا الكميه ديال المكونات الا بغيتوا ديروا كميه اكثر ديال الحليب. صافي هادشي كله غادي نطحنو في الخلاط حتى نتحصل على مشروب كيجي لذيذ بزاف، والاهم من هادشي هو انه صحي وتيعطينا واحد القوه خارقه للعين. كما كتشوفوا معايا غادي نطحن الكل جيدا، يعني هاد المكونات كاملين نطحنوهم مزيان، وهذا المشروب غتبقاو تناولوه يعني في الصباح الباكر، وكذلك تناولوه قبل النوم 2 مرات في اليوم. والله العظيم الا من اول اسبوع غتبان لكم النتيجه، وغادي تبداو تلاحظوا بان ديك الضبابه اللي كانت تبان لكم ما بقاش كتبان لكم، يعني ديك الرؤيه اللي كتكون غير واضحه، يعني كتبان لكم الضبابه ما كتشوفوش مزيان، ما غتبقاش تبان لكم، وغتوليو كتستغناو على النظارات، غتلاحظوها في راسكم يعني مبقيتوش محتاجين للنظارات. هذا هو المشروب ديالنا، كيجي بنين ولذيذ وسهل وصحي. نتمنى ان شاء الله تجربوه، واكيد اكيد غتلقاو واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. وغير ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، يعني حاولوا ماكسيموم توصلوا هذا لا فيديو هذا الاكبر عدد من اللايكات، تبارطاجيو مع الناس اللي كيستعملوا النظارات، وكذلك ما تنساوش تخلي لي واحد الكومونتير زويون بحالكم، كيفاش جاتكم هاد الوصفه اولا كيفاش جاكم هاد المشروب هذا، وحتى ملي تجربوه رجعوا خليوا لنا الاراء ديالكم كذلك في التعليقات، لانها مهمه بزاف ان بزاف الناس يعني كيدخلوا يشوفوا الاراء ديال الناس اللي شافوا الفيديو من قبل. لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا على المتابعه. الا عندكم شي سؤال او لا استفسار، مرحبا خليولي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. في امان الله.